أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كثر السؤال عن حكم تارك الصلاة تكاسلا، وهل يفرق بينه وبين من تركها متعمدا؟ نعم، المتكاسل متعمد، المتكاسل متعمد، إنما الذي هو غير متعمد النائم أو الناسي، النائم أو الناسي. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما الذي يتركها متعمدا فهذا لا يقضيها، لأنه خرج من الإسلام، عليه التوبة، عليه التوبة والدخول في الإسلام من جديد والمحافظة على الصلاة. نعم.